ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي. مرحبا بك دكتور مدحت. يعني الأزمة الحالية التي تسبب فيها حادث السفينة الجانحة وتوقف الملاحة في قناة السويس، لأي مدى أظهرت هذه الأزمة الأهمية الاقتصادية لقناة السويس للعالم أجمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم. الحقيقه التغطيه الاعلاميه من قبل معظم يعني قنوات الميديا المتخصصه في الاخبار وفي متابعه الاخبار الهامه سواء اقتصاديه او غير اقتصاديه تناولت هذا الحدث باهميه كبيره جدا، باهتمام كبير جدا، يمكن اهتمام فاق الكثير حتى من القنوات المحليه والقنوات الاقليميه. 12% من حجم التجاره العالميه تمر سنويا من قناه السويس، حوالي 51 سفينه تعبر يوميا بمعدلات عام 2020 التي هي يعني معدلات متحفظه من حيث حجم التجاره نتيجه البانديميك. التعامل الحقيقه مع الازمه كان مهما وكان درسا مستفادا. التعامل تم على ثلاث مستويات وثلاث مراحل، لم تستبق اي مرحله المرحله التاليه، حرصا على سلامه السفينه وعدم اختلالها وعدم غرقها ومما يترتب عليه لا قدر الله يعني اسابيع ان لم تكن اشهر من عمليه تنقيه مجرى الملاحي مرات اخرى وتطهير. تمت الاول محاوله تحريك السفينه وتعويمها من خلال تكريك كما تعلمون جميعا، تكريك حوالي ما يزيد عن 20,000 يعني قدم مكعب من الرمال والصامي او وصل 26,000 بحرص شديد ايضا حتى لا يختل التوازن. ثم كانت المرحلة التالية والمحاولة التالية من خلال إفراغ الفيول أو الوقود والمياه، وبرضه هذا يتم بحرص شديد حتى لا يختل التوازن أثناء عملية الإفراغ ليخف وزن السفينة فيتم تعويمها اعتمادا أيضا على المد العالي. وهذه الحمد لله المرحلة التي نجحت وتم بالفعل التحريك. المرحلة الثالثة كانت أصعب مرحلة وهي إفراغ الحمولة كاملة، يعني بنتكلم على حوالي 230,000 طن يتم إفراغها، وده عملية مش سهلة أبدا، يعني عملية يعني تنوء بها يعني الموانئ المجهزة والمخصصة لعملية إفراغ هذا القدر من الشحنات من الحاويات. فطبعا أن يتم هذا بهذا الحرص، استخدام القاطرات ما يزيد عن 10 قاطرات، واستخدام قاطرة طبعا أحدث القاطرات اللي هي الهولندية التي جاءت بمحمولة أو بقوة 280 طن. لدينا ايضا يعني افضل المعدات المتاحه في الشرق الاوسط، لدينا مثلا بركه واحد بتقطر لحد 160 طن، لدينا الكراكات الاحدث عالميا، الكراكه مشهور قامت بدور مهم جدا. الحقيقه العمل كان يعني يدور على قدم وساق، ضرب مثلا مهما جدا في اداره الازمه. اما عن اداره المخاطر لا يمكن ابدا، من يدعي بانه يمكن عمل تفريع عند هذه المنطقه فهو واهم ولا يفهم شيئا. المدخل الجنوبي للقناة ومنطقة صخرية، التكنولوجيا التي وصلها العالم في التكريك وفي الحفر لا يمكن أن تصنع يعني مسارا موازيا في هذه المنطقة. كما أن في إدارة المخاطر وفي علم إدارة المخاطر، هذا الحدث هو الوحيد من نوعه منذ عام 1869، فهل منطقي وأنا عندي يعني 20,000 سفينة بتمر يوميا وما فيش حادثه حصلت طول السنوات دي كلها اني اعمل اجراء ضوابط في اداره مخاطر تكلفته اكبر من الخطر نفسه اذا تحقق؟ ده كلام مش منطقي حتى لو كانت التكنولوجيا تسمح بهذا. اذا اداره الازمه واداره المخاطر تمتا على النحو الذي يشرف مصر. التعامل كان سريعا ودقيقا، لان لو احنا قلنا لا بلاش اسبوع تعالى نعملها في ثلاث ايام وبعدين اختلت السفينه وغرقت لا قدر الله، يبقى عملنا ايه؟ هنقعد شهور. إذا التعامل كان ممتازا. ممكن طبعا استفادة بعض الدروس ان يعني الجهة الإعلامية في قناة هيئة القناة تتجاوب باللغات المختلفة مع مختلف الجهات ومختلف القنوات بشكل أفضل. ممكن عمل فيلم تسجيلي عن هذا العمل، وهذا العمل بطولي طبعا من قيادات القناة ومن يعني الأفراد والمهندسين، يتم تداوله عبر وسائل الإعلام لمعرفة كيفية أن هذه القناة يمكن الاعتماد عليها. البحث عن بدائل لقناة السويس مش مستني 6 أيام تقف فيهم القناة، القناة وقفت 8 سنين قبل كده ولم يستطع يعني أحد أن يوفر بديلا، ومع هذا نحن لا نتحدى أحدا، هذه قناة وهبتها مصر لخدمة البشرية. جاءت قناة أخرى سنحاول أن ننافسها بمعايير المنافسة ونخفض من التكاليف حتى نكون أفضل أيضا، ليس فقط من تخفيضا للوقت وزمن الملاحة وإنما أيضا من خدمات اللوجستية وكافة الخدمات والتكاليف الرسوب. يبقى إذا نحن نتحدث عن واقعة تم التعامل معها بحرفية شديدة، تم التخلص من الأزمة الحمد لله بأقل تكاليف ممكنة، وما حدث هذا أنا بعتبره يعني الحمد لله إنجاز كبير جدا بكل المقاييس، خاصة بعدما علمت من المصادر المطلعة والعارفة
كافة التفاصيل. طبعا هناك تحقيقات ستجرى، اي ترهات بخصوص ان المرشدين مسؤولون عن هذا تم نفيها تماما من قبل خبراء محايدين، يعني هذه مسؤوليه ربان السفينه بكل ما تحمله الكلمه منها. دكتور مدحت، لاي مدى برايكم تاثر الاقتصاد هذا الحدث؟ اكيد ارتفاع اسعار النفط كان استجابه يعني سريعه وسلبيه لوقوف، لان احنا عارفين طبعا ان حوالي اكثر من ربع ال 12% اللي بنتكلم عنهم دول عباره عن يعني حاملات للنفط ومشتقاته المختلفه. اكيد ده كان تاثير سلبي، اكيد هناك فرصه بديله فقدتها القناه نتيجه تحويل مسارات للسفن التي لم تدخل في ولم تكن من السفن التي يعني حجزت امام المدخل. هذا ايضا سنسعى اعتقد هذا يعني سنسعى للحصول على تعويض، وان الكسر الاكبر للاسف في هذه العمليه ستكون شركات التامين، وهذا ايضا من الاصل الاقتصادي المهم. شركات التامين وشركات اعاده التامين ستتكفل بالنفقات اذا ثبت طبعا ان التغطيه التامينيه تشمل هذا الحادث بكل ملابساته. بعض الشركات دكتور مدحت كانت قد تحدثت عن او اعلنت امكانيه اللجوء لطريق اخر، راس الرجاء الصالح، يعني حال استمرار الازمه لوقت اطول، يعني ما هي الخسائر الاقتصاديه برايكم حال يعني تم هذا الامر؟ والله يعني هذا الحل لم يكن احد يبحث عنه ولا يريده احد، طالما ان المده التي سيحل فيها الامر كانت متوقع ان تكون قصيره، وهذا ما حدث والحمد لله. طبعا اذا كانت طالت اكيد كان هيتاخذ مسار اخر. مسار رئيس الرئيس صالح يوفر ما يقرب من اسبوع، يعني يتخذ ما يقرب من اسبوع بالاضافه الى ما الى المسار الذي تتخذه قناه السويس. فهو الاسبوع اللي تم توفيره ده برضه بالمقارنه ما زالت قناه السويس افضل حتى مع هذا التاخير، لان من انتظر سيحصل على تعويض اكيد. ايضا اذا كان هناك اي سلع بيرشبل او قابله للتلف او لايف ستوك، الحقيقه الحكومه المصريه وفرت كامل الدعم، اذكر ان وزير الزراعه تقريبا علم ان هناك بعض الماشيه الحيه ووفر الخدمات للسفن المنتظره، هذا ما علمته ايضا. يعني في كل الاحوال من ناحيه الامان ومن ناحيه الوفر للوقود، وخاصه بعد ارتفاع اسعار النفط مؤخرا طبعا بالعام الماضي نفس الفتره، بكل الاحوال هذه الفتره التي توقفت فيها القناه ما زالت القناه كانت افضل. اذا كانت طولت ولا اذا كان لا قدر الله حصل دامج كبير السفينه تعطل نتيجه المجرى المياهي، طبيعي يتحول المطار، ثم حينما تفتح القناه تعود جميع السفن ادراجها. شكرا لك دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.